الليدي الجميلة دانا، خيرو. يعني فانزاتك بحبوكي ونحن بنحبك والعالم قال يلا يا رب كلنا بنحبوه والله كلنا بنحبوه يعني كلنا هيك بنحبك، بنحب يمكن الاتيتيود تبعك، نغاشتك، طلتك على الشاشة. ليش كان في غياب؟ ليش حرمتينا منك بآخر فترة؟ وشو جديدك للفترة القادمة؟ احكي لنا. والله اني انا ما بعدت، عم بشتغل بس عم بيروحوا للمنصات الاعمال اغلبها. اخر 3 سنين اشتغلنا بيوت من ورع، اشتغلنا العيدروس وشارع طلال، وهلا عم نشتغل عمل كوميدي لايف بالشام اسمه طالبين القرب. شو نسيته معقول؟ طالبين القرب وليكم هون عم نصور. الكل طالب القرب منك هلا، يعني الكل ناطر هيك شيء عمل. هالمره انا بقى القويه يلي بدي جوز اخوات جوزي، بدي اجيب لهم كل يوم عريس، بدي اخلص منهم، حط عيني على الفيلا. يعني مرة قوية وقرحة كتير، ما بتشبهني كتير شوي. بحس هيك انا ليك، بحسك بالحياة كتير حدا كيوت ولطيف وظريف. هلا قلت لك هالحكي تحت الهواء، يعني بقول لك ما خرج دور الحماية، ولكن اكيد حتبدعي بهذا الدور، ونحن وي ار ويتنج اكيد لكل جديد بتعمليه. بالتوفيق يا رب.